احمد الصغير شوف عامر تعلم بنهو المعرخات مداعب صفاد اصحاب لا بس في يعني رفاق اللي هن بالشبيبه الشبيب الشيوعية اللي يعني دائما كنا ننزل بالاجتماعات بالمظاهرات وهيك والخلوصية اللي عايشة بصفد اللي هي خلوصية دتيت فبتضل يعني في جو اللي هو مشحون صعب مثلا تحكي مع يعني الناس اللي ساكنين غاد بضلوا خايفين يعني بشوفوا الطلاب العرب خلص ببعدوا عنهم بقربوش يعني عليهم فيش حياة اجتماعية مثلا بين الطلاب العرب واهل الباء يعني اهل صفد اللي ساكنين غاد فكروا انه كل يعني كل العرب اللي هن يعني الطلاب اللي هن مخبلين وكلهم بده يعملوا بقعيم وهيك المفكرين الجو العام اللي بصفد بخوف يعني انا بس اروح من صفد لهنا اول ما افوت على البلد اول اشي بعمله بفتح الشباك بس عشان اشم يعني الهواء اللي هون هوا شفا عمر